تم تحديد العطلة. فرامل الطوارئ اشتغلت. الوضع مش كويس. خليكي جوه يا أليس. طيب هنعمل ايه؟ مش عارف. هنكمل على رجلينا. درجة الحرارة سالب واحد، أليس هتتعب. محتاجين مكان نبات فيه. مفيش مكان نستنى فيه هنا يا كارا. هناك لازم نلاقي مكان نحتمي فيه، لازم نبعد عن البرد. المكان شكله مهجور من فترة. لقيتي حاجة؟ لا، مفيش مكان نبات فيه. أصل الخطر بيجي لما انت تستبعدي. أهلا في جزيرة القراصنة يا صديقي، هتستمتع بوقت جميل. أهلا في جزيرة القراصنة يا صديقي، هتستمتع بوقت جميل. المكان ده بينهار. للأسف مش هنعرف نلاقي مأوى. Thank you.
أنا هتصرف. يلا بينا. ما أعتقدش هنلاقي حاجة أحسن. خلينا نبات الليلة. أنا هولع النار. هولع النار هنا وكده محدش هيعرف مكاننا. تفتكري هتكون زيهم في يوم من الأيام؟ أول ما نعدي الحدود ممكن نبتدي من جديد. ممكن تروحي المدرسة وأنا ممكن ألاقي شغل. هنبقى زيهم، زي بقية الناس. إننا نفضل سوا، هو ده اللي يهمني. يلا جه وقت النوم. متخافيش، أنا ولوثر هنبقى هنا. أنتي لازم تنامي شوية. تقدري تحكي لي قصة يا كارا؟ ذاكرتي فيها 9000 قصة للأطفال. هحكي لك واحدة منهم. دي حكاية عن أميرة جميلة واللي كانت. لأ، مش قصة زي دي. اخترعي واحدة عشاني. دي تبقى قصة عن بنت صغيرة كانت عايشة لوحدها في بيت كبير وقديم. كانت بتحلم إنها هتبقى زي بقية البنات، لكن هي كانت مختلفة، وده اللي خلاها حزينة. وفجأة البنت قابلت روبوت، واللي برضو كانت تايهة زي البنت الصغيرة. علشان كده هم قرروا انهم يهربوا سوا عشان يلاقوا مكان يحسوا فيه بالأمان. وفي طريقهم قابلوا أخطار كبيرة طول الطريق، لكن كانوا مجموعة شجاعة وقدروا يهربوا كلهم. وخلال الرحلة هم قابلوا
عملاق لطيف واللي وعدهم انه يحميهم. القصة بتخلص ازاي؟ وصلوا للمكان اللي بيحلموا بيه وعاشوا في سعادة على طول. القصص دايما نهايتها سعيدة، لكن الحياة الحقيقية مش كده. جه وقت النوم، احنا عندنا بكرة يوم طويل جدا. لوثر، هتيجي وتقول تصبحي على خير؟ ايوه طبعا. تصبحي على خير، نامي كويس. دي بنت لطيفة. أيوة، دي شجاعة جدا. أنت فاكر أي حاجة من حياتك قبل زلاتكو؟ لا، النموذج بتاعي معمول للحمولات التقيلة. يمكن كنت عامل في المينا قبل كده، مش مهم كنت ايه زمان، ما كانتش حقيقتي. لسه التلج بينزل؟ هنمشي كتير بكرة، لازم نمشي بدري عشان ما فيش حد يشوفنا. كارا، ما لاحظتيش حاجة مختلفة فأليس؟ لا، تقصد ايه؟ كارا! انتوا مين؟ عايزين ايه؟ سيبونا في حالنا. ما تخافوش، مش عايزين نأذيكم، احنا زيكم بالظبط. اسمنا جاري، كنا بنشتغل هنا قبل الحديقة ما تقفل. ما قصدناش نخوفكم، بس احيانا البشر بيجوا يأذونا، فكنا عايزين نشوف مين هناك. بتعملوا ايه هنا؟ كنا بندور على مكان نبات فيه وهنمشي بكرة. بنت صغيرة، ما شفناش حد هنا من فترة طويلة. الأطفال كانوا بيحبوا ييجوا يشوفونا. شكلها حزينة. اليومين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا. عندنا حاجة عايزين نعرضها عليها، حاجة مضحكة هتحبها. هي عايزة تشوفها؟ ما اعتقدش انها. يبقى لازم تمشي ورانا. أليس، ما اعتقدش ان دي فكرة كويسة. يا كارا، ما ظنش عنك اختيار. اتفضلي. الطفلة الصغيرة تقدر تتشعبط وتطلع.
الدوارة قربت تبدأ. دي أول مرة أشوفها وهي بتبتسم. ما كانتش بتضحك كتير في الأواخر.